إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ بملفنا الأول بمحاولة لفهم ما يجري، بمحاولة لفهم واقعنا الآن. وهذه الملفات المشتبكة الحقيقة وكلها بتأثر على بعضها البعض. أزمة نقابة المعلمين، في انتخابات نيابية قادمة، في كورونا عم ترجع تطلع، في ملفات إقليمية، شو صار بموضوع الضم، موضوع صفقة القرن، إحنا بعدنا تحت الخطر ولا تجاوزناه، اللي بيصير بلبنان هل عليه تأثير؟ يعني هذه كلها الملفات الحقيقة الأقدر على تحليلها وعلى يعني تفكيك هذا المشهد، على الأقل لنفهم ما الذي يجري معنا والمتوقع، يعني لوين رايحين. هذا سؤال يعني اللي بيسألوه الناس بشكل كبير. واسمحوا لنا نرحب بمحلل سياسي قدير وخبير ويدخل معنا بالعمق في التحليل، ونرحب به الأستاذ عريب الرنتاوي. أستاذ عريب، مساء الخير. مساء الخير، أهلين أستاذي. أنا تحياتي لك يا أستاذ عريب، وحابين يعني من خبرتك ومن تحليلك ومن قراءاتك تفهمنا يعني إحنا شو اللي بيصير معنا الآن. هل أنت راضي عن الإدارة الرسمية للملفات وللتحديات اللي منواجهها الآن؟ يعني لا شك أننا نواجه مشكلة كبيرة في تتبع الإجراءات والسياسات الحكومية في الآونة الأخيرة، بما فيها تلك التي تتعلق بالجانب الصحي والوبائي، يعني مقارنة مع أداء منضبط ورفيع المستوى استوجب يعني الثناء والتثمين من قبل المجتمع الدولي ومن الخارج قبل الداخل في زمن الجائحة. نحن الآن نواجه في الحقيقة يعني حالة من التخبط، يعني ما جرى على معبر جابر يعيد إنتاج ما جرى على معبر العمري قبل بضعة أسابيع، حيث يتجدد الوباء بسبب ربما عدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات في هذا المجال. يتساءل الناس كيف يمكن القبول بفتح المعابر البرية فيما المطار مغلق بالكامل في وجه الرحلات الجوية. حتى الجانب الصحي الذي أبدعنا فيه يعني في مرحلة من المراحل يبدو أن أدائنا عاد للارتباك مجددا، لكن ليس هذا هو في الحقيقة الفصل الأهم. في ظني أن ما نشهد الآن من محاولة يعني انقضاض على الفضاء العام، فضاء الحريات والحقوق وحرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم النقابي، قضية نقابة المعلمين، قضية التأزم في العلاقة بين الدولة والإخوان، قضية هذه الأجواء التي يعني تنم عن توسع في استخدام أوامر الدفاع لغير الغايات التي وضعت من أجلها. وأنت تذكر والمستمعين والمشاهدين يذكرون أن الإرادة الملكية اشترطت يعني عدم التوسع يعني في استخدام أو في اللجوء إلى أوامر الدفاع، لكن ما نشهده في الآونة الأخيرة في الحقيقة يذهب باتجاه آخر. نحن على مبعد أقل من 3 أشهر من استحقاق انتخابي يشترط يعني سياقا انفراجيا في العلاقة بين الدولة ومواطنها، حريات انفتاح، حرية رأي وتعبير، حتى يستطيع المواطن والمرشح والناقد أن يقول رأيه في كل القضايا العامة بكل الحرية. هذا في الحقيقة غير موجود على الإطلاق. يعني الانتخابات تجري في ظروف غير صحية أو ستجري في ظروف غير صحية، ليس بالمعنى الوبائي للكلمة ولكن بالمعنى السياسي والأمني للكلمة. هذا أمر غير مقبول، ولعلها الصدفة أنني أكد عن هذا الموضوع بمقال الغد الذي آمل أن يرى النور، يعني بمعنى شيء مما نحن فيه، ومما نحن فيه في الحقيقة لا يدفع للاعتقاد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح. هناك عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. عوامل موضوعية بمعنى أن الجائحة الثمن يعني يتعين علينا أن ندفعه، ونحن في هذا لسنا استثناء، العالم كله يدفع ثمن هذه الجائحة وهذا الوباء الشرس. لكن هناك مسائل في الحقيقة بيدنا وقرارها بيدنا. وهناك أسباب ذاتية، كل هذا التوتير الذي يجري في البلاد الآن هذا بيدنا، هذا لا علاقة له بالجائحة ولا بالظروف. يعني أنا بدي أركز على هذه يمكن أستاذ عريب اللي بيدنا. واليوم يعني دكتور عمر رزاز كان له تصريح أنا صراحة تفاجأت منه،
من ناحية اللي يعني إنه لن نتساهل مع من يشكك بعدد الإصابات المحلية اللي نعلنها، يعني واضح إنه تهديد إنه أنت روايتنا لازم تصدقوها حتى ولو كان ذلك بالقوة. يعني أنا حتى لو لم يتساهل، يعني دعوا لا يتساهل، يعني هذا أمر يخص الشأن الحكومي، لكن في نهاية المطاف إذا كان الناس غير مصدقين لهذا الأرقام فلن يصدقوا، سواء تساهلت الحكومة أو لم تتساهل. يعني هذا مزمدة أخرى. البحث يجب أن يكون عن السؤال الأهم، يجب أن يطرح لماذا كنا نصدق من قبل بضعة أشهر والآن بعضنا لا يصدق؟ هذا هو السؤال. ومن المسؤول عن هذا الظرف؟ من المسؤول عن انتقال الأردني من حالة تصديق وإعجاب واهتمام؟ أنت تعرف أننا كنا ننتظر، أن كل الأردنيين كانوا ينتظرون المؤتمر الصحفي اليومي بشغف بالغ، وأن الرواية الرسمية كانت هي الرواية المعتمدة من قبل كل الأردنيين، وأن هامش الشائعة والأخبار الكاذبة كان محدودا للغاية. صحيح. الآن يعود الأردنيون في الحقيقة لعدم التصديق وفجوة الثقة تتسع. من المسؤول عن هذا؟ هذا يعني بدل أن ننخرط في السؤال لن نتسامح، علينا أن ننخرط في السؤال لماذا انتهينا إلى هذا الوضع؟ لماذا شهر العسل بين الدولة ومواطنيها انقضى سريعا في هذا المجال؟ أنت تعلم أن الحكومة والدولة بنت صفقية عالية خلال الأشهر الأربعة والخمسة الفائتة بسبب أمرين اثنين: موقف قوي من مشاريع الضم وصفقة القرن، وأداء متميز في مجابهة الجائحة. نعم. رأينا حالة من يعني من التوحد بين الرأي العام ومؤسسات الدولة المختلفة. رأينا فجوة الثقة تتقلص إلى حد كبير ربما غير مسبوق طوال 20-30 عام سابقة. هذا يتمدد الآن. من المسؤول عن تمديده؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يطرح وأن يجاب عليه بكل موضوعية. جميل. وبكل حرص وبكل نزاهة. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يدور البحث حوله في هذا المجال. لكن أنت لا تستطيع أن تعرف ما في صدور الناس، هل يصدقون رواياتك أم يعودون إلى نظرية المؤامرة؟ تحدث الرئيس عن نظرية المؤامرة. نعم، حيثما أذهب أسمع كلاما أن هذه الأرقام يراد بها شيئا آخر. صح أو غلط مش هذا الموضوع. لماذا يشكك الناس في صحة الرواية الرسمية؟ لماذا؟ يعني هذا السؤال في الحقيقة في مرمى الحكومة وليس في مرمى أي أحد آخر. صحيح. يعني هنا الوردة كما يقال، فلنرخص. طيب سؤال أستاذ عريب، يعني أنت شخصيا حضرتك يعني أحد النخب في المجتمع الأردني، أنا لاحظت في مقالاتك على الدستور ابتعدت كثيرا عن المشهد المحلي، هل هو الملل؟ هل هو يعني لا يعني على الأغلب غير مرحب يعني في مقالات عن المشهد المحلي يعني فبالتالي بلجأ أحيانا للسوشيال ميديا، بلجأ أحيانا أنا كتبت يعني أنا أكتب مقال أسبوع أيضا على موقع الحرة، كتبت عن هذا عن الشأن الداخلي مقالا مطولا في هذا الموضوع، انتخابات تحت ظلال الجائحة وأوامر الدفاع ومخاوف من دفر ثوار خليج. هذه مثل هذا النمط من المقالات أنت تعرف أنه لا ينشر في الصحافة المحلية. طيب يعني هنا أستاذ عريب، يعني يمكن أحد الكتاب ذكر بأن هنالك يعني حالة من الانتماء للإقليم في قضايانا المحلية والاستقطابات، هل ترى أنه فعلا إحنا وهو نفسه يعني كان يعني جزء من هذه الاستقطابات، هل إحنا يعني أصبحت الساحة المحلية يعني ولو بنسبة معينة كالساحة اللبنانية في استقطاباتها أصبحنا نستقطب اما لهذا التيار او لهذا التيار، وندخل بعض القضايا كقضايا المعلمين او ملف الاخوان او كذا لهذه التجاذبات الاقليميه؟ يعني دعنا اولا يعني نعترف بان لدينا جماعات ضغط لوبيات يعني لهذا المحور او ذاك، يعني هناك لوبي ربما قطري تركي، هناك لوبي سعودي اماراتي، هناك في عندنا هذا لوبي مقاوم وممانع والى اخره موجود، هذا الكلام موجود. في أزمة نقابة المعلمين كان لافتا في الحقيقة، يعني أن التغطيات الإعلامية للدول الإقليم لم تكن نزيهة وموضوعية في هذا المجال، واندرجت في سياق حالة الاستقطاب الإقليمي. يعني أنا ذهلت عندما رأيت أحد معارضين الأردن في الخارج يعني يظهر على قناة رسمية تركية زي RT مثلا يتحدث عن موضوع النقابة، يعني
لم أجهل أن له مواقف من مواقفه يعني، لكن كيف تستضيف القناة وكيف تقدم يعني هذا الكاتب أو المحدد السياسي بهذه الطريقة؟ هذا ربما جاء ردا على تغطيات يعني أكثر يعني قربا يعني للنقابة ولجماعة الإخوان والآخرين من وسائل إعلام أخرى، وتحديدا يعني المحسوبة على تركيا وقطر وغيرها في هذا المجال. لذلك يعني الإعلام الإماراتي السعودي يعني كان أيضا يعني لم يكن بعيدا عن الدخول في هذه المعمعة من بوابة العداء والكراهية يعني والتحريض على الجماعة وعلى النقابة وعلى غير ذلك. طبعا عندما تفتح المجال أمام هذه الأطراف يعني لتناول شأن داخلي، تتعبر عن تتناول من زاوية يعني انحيازاتها ومصالحها وأولوياتها وتفضيلاتها. نحن في نهاية المطاف جزء من هذا الإقليم، لكن من الحمد لله أننا لازلنا دولة، ودولة قوية ومؤسساتها قوية وإلى آخره، بما لا يجعل الأردن ساحة يعني لتصفية الحسابات الإقليمية. لكن عندما تتاح فرصة للتراشق بالاتهامات وبالانحيازات المعروفة، لن يدخر أي فريق إقليمي يعني وسعا، ولن يدخر جهدا في سبيل توظيف أي حدث من أجل البرهن على صحة مواقفه وتوجهاته في هذا المجال. لذلك أنا في رأيي نحن أمام أزمة كانت فائضة عن الحاجة، لا داعي ولا مبرر لها. أعتقد أن أزمة فائضة عن الحاجة، جميل هذا المصطلح، أنه كان ممكن بالحوار نصل إلى نتائج، ولا زلت مؤمن بأنه بالحوار يمكن أن نصل لنتائج. والأردن مليء بالعقلاء يعني في كل في الدولة وفي المجتمع صحيح على حد سواء، وليس لدينا أي مشكلة غير قادرين عن حلها بالحوار. أنا في ظني ما في مشكلة بتواجه الأردنيين غير قابلة للحل على مائدة الحوار. جميل. مع أن استعصاءات كبيرة كتلك التي تعاني منها بعض الدول الشقيقة القريبة والبعيدة في هذا المجال. يكفي أن الدماء ليست جزء من يعني الموضوع الاستعصاء، وبالتالي كون الدماء مغيبة وموضوع فكري وموضوع سياسي. حتى طبيعة القضايا يعني يا سيدي، يعني الإشكاليات اللي صارت في الآونة الأخيرة بين النقابة وبين الحكومة، يعني فيش إمكانية للوصول لحل وسط، لحوار شفاف، لإدماج قوى اجتماعية أخرى في هذا الحوار، للوصول إلى نتائج إلى آخره. فأنا في ظني كان بالإمكان فعل ذلك ولا يزال بالإمكان فعل ذلك. طيب انا سؤالي الاخير اذا تكرمت استاذ عريب، مهم ان تحسب حساب انك ستجد نفسك يوما مضطر للنزول عن هذه الشجره، فلا ترتفع كثيرا. جميل. لان السقوط يكون مدويا. جميل جميل. سؤال الاخير استاذ عريب، يعني احنا مقبلين على استحقاق انتخابي تم الاعلان عنه واراده ملكيه وتحديد موعده من الهيئه المستقله للانتخاب، هل تعتقد انه احنا رايحين للانتخابات بهذا المناخ، ولا راح يصير في انفراجه يعني قبل الانتخابات، ولا راح يصير في تاجيل؟ يعني التأجيل بتم في حالة واحدة فقط، يعني إن لا سمح الله الفيروس انتشر والوباء عام، يعني أعتقد أن ربما يكون ساعتها إذ التأجيل هو الخيار. وبالمناسبة يعني نيوزيلندا امبارح كان ضمن حدود البرلمان أجلوا الحل وأخروا الانتخابات، يعني إحنا أول ناس هنعمل هذا لأنه صار في أعداد كبيرة من الإصابات في هذا المجال. فأنا أعتقد أنه إذا بده يحصل تأجيل فسوف يكون نتيجة لحالة الانتشار الوبائي يعني بشكل أو بآخر، ما في أسباب يعني أخرى ممكن تؤجل استحقاق الانتخابي. لكن كل هل هذه مناخات مناسبة لإجراء الانتخابات بالمعنى السياسي، بالمعنى الأمني، بمعنى الانفراجات، بمعنى الحريات، بمعنى الحماسة للعملية الانتخابية؟ أنا بقول لك يعني ما في جو انتخابات في البلد. يعني اللي حنعمل ريسايكلينج لنفس البرلمانات القديمة، إعادة تدوير لنفس البرلمانات القديمة، حتى أن البعض يعتقد أن البرلمان القادم سيكون أسوأ من البرلمانات السابقة. إذا ما حاجتنا لهذه الانتخابات تعيد إنتاج نفس البرلمانات اللي عانينا منها طوال الوقت. لهذا السبب أنا بعتقد نعم نحن لسنا في أجواء انتخابات صحية، ولهذا السبب يعني أطالب في الحقيقة بالسرعة في تهدئة المناخات وإشاعة أجواء انفراج وفتح الباب لحوارات وحل المشكلات جميعها
على مائدة حوار وطني وليس بأي بأي إجراءات طبيعة عرفية أو فوقية أو استعلائية أو إدارية، يعني من شأنها تأزيم الأوضاع بالمجان ودون ما أي نتيجة. نعم جميل، أنا بدي أشكرك شكر جزيل أستاذ عريب على كل ما تفضلت، يعني أزمة فائضة عن الحاجة، نتمنى أن تكون هنالك انفراجة قريبة تعيد المناخ على الأقل يكون مناخا صحيا لحياة سياسية والانتخابات النيابية. شكرا جزيلا المحلل السياسي الأستاذ عريب الرنتاوي، يعني حاولنا أن نذهب هيك لتفكيك المشهد المحلي بكل تعقيداته، وهذه رؤية لأحد النخب الأردنية المحلل السياسي الأستاذ عريب. سأكتفي بما تفضل به لأذهب الآن إلى فاصل قصير ثم ملفات جديدة.